السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، وأنا خيت برحلك. عليكم مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي وعلى وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مواجهم دون الحسين، سلام الله عليه. غريب يا مظلوم كربلاء، وعلي قدر من ذؤابة هاشم، عبقت شمائله بطيب المحتدي، أفديه من ريحانة ريانة جفيت بحر ضمان وحر مهندي، جمع الصفات الغار وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي. في باس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمد. يعني الشاعر يقول لك شفت الحسين مقدم من؟ هذا اللي يقتل أمام من؟ كأنه فقد المصطفى، فقد أمير المؤمنين. وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد، يشكو لخير أب ظماه وما اشتكى. يا ولي الضامي يشكي العطش إلى الضامي، يشكو لخير أب ظماه وما اشتكى. ظمأ الحشاء إلا إلى الظام الصدي، ويؤوب للتوديع وهو مكابد. لضم الفؤاد وللحديد مجهدين، لودع عليل أكبر النسوة، ودع حسين
وما وراه تشيع وتلطم الخدة تقل تهيد يا بدر سعدي لما أرد انظر لطولك وضمك ضمة وداع وانظر بعيني مشيتك يا حلو الأطباع لي عساه الموت قبلك يا ضي العين قالها مشيت قبال عينك ودعيني وتزودي مني قبل ما تفقديني مهجة تفادك يا يما يا يما بعد لا تترقبيني عنكم ترى ماشي ولا ارجع للصياوي قالت يا عقلي ثياب عرسك فصلته وجني خسرت حسبات قلبي اللي حسبته وكل الأسف زفت زواجك ما شفتها مثلك ولد يا نور عيني وجد قالها يا ثكلى حجايتك والله عجيبة متلوق لثياب العرس وانا بحريبة عمري تقضى وكل من يفوز بنصيبة ثياب الشهادة ما تناسب غير تدفين تقل يا ابني عليك المصطفى خالع جماله واهب لك الكرار صلاته وفعاله ومن الحسن عمك يا بعد اهلي نواله قصر العمر من فاطمه والاب من حسن ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم وقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق نبيه الكريم نبي الرحمة محمد
ارحمنا بمحمد وآل بيته. القضية المتعلقة بالآية المباركة اختصارا، أكو قرية بين الحجاز واليمن تسمى نجران، يدينون بالمسيحية. لما وصلتهم رسالة النبي صلى الله عليه وآله يدعوهم إلى الإسلام، يقول المؤرخ ذعروا قرية والإسلام بدأ يأخذ مساحة الجغرافية. فلما عرضوا الرسالة على كبيرهم، كبير العلماء يعرف بأبي الحارث، اقتضى رأيهم أهل الرأي والمشورة أهل الحل والعقد أن يذهبوا للنبي صلى الله عليه وآله بمجموعة من الأسئلة اللي اعتقدوا بأنه سيعجز عنها. فإذا عجز أمام أصحابه وأمام أتباعه انتهت القضية. إجوا إلى النبي صلى الله عليه وآله، دخلوا المسجد، موقف يعني في غاية الإنسانية من النبي صلى الله عليه وآله. دخلوا لباسهم فيه من الذهب. لما أذن المؤذن المسلمون توجهوا ناحية الكعبة، هم توجهوا إلى بيت المقدس. احتج بعض المسلمين لابسين ذهب، الذهب محرم على الرجال، يصلون إلى القدس. قال لهم النبي دعوهم، إذا ألزمتنا حجتهم نصلي لقبلتهم، وإن ألزمتهم حجتنا يصلون إلى قبلتنا. كل مقتضى القاعدة لا إكراها في الدين. أنت إذا عقيدة ومقتنع بيها، أنا عقيدتي في عشرة المحرم هذا السواد ما يفارقنا، ما أتمنا موشحة أولادنا شوارعنا، تجي تتحرش بي ليش أنت يا مولانا؟ خلني في ديني في عقيدتي. عندك فكر اطرح الفكر، والفكر ليس بغير فكر يقرع. أما تهرج ويضحك الناس على حسب اصطلاحك أنت، المشكلة ماكو واحد يلوي إيدهم. وإلا عقيدة يا مولاي، احترام العقيدة واحترام الأديان هذا أساس التعايش يا مولاي في كل مكان. فعلي اتحار. لما النبي صلى الله عليه وآله أجاب على جميع الأسئلة، كلهم علماء هم اللي إجوا من نجران، اقتنعوا من الداخل ترى هذا هو نبي حقيقي، يعني على صح كل إجابات صحيحة. لكن أخذهم اللجاج، أكل بعض، خصوصا اللي يغتر بنفسه، اللي ماكو مثلي أنا في هالتخصص، ماكو مثلي حتى لو على خطأ ما يقبل، كناس من هالصنف. فلما النبي صلى الله عليه وآله شافهم غير مقتنعين دعاهم إلى المباهلة، استمهلوه ليلة للمشاورة. في مشورتهم هذا أبو الحارث التفت لهم قال شوفوا، إن جاءكم النبي بالصفوة من أهل بيته لا يكون تباهلون، أما إن جاءكم بالأوباش جمع الخدم والحاشية وجابهم فباهلوه. مقتضى القاعدة العذاب ينزل فوري. فأكو واحد يخاطر بأقرب الناس إلى قلب يجيبهم إلى العذاب، ماكو يعني إلى الموت. يسألون النبي صلى الله عليه وآله ماذا لو باهلوك؟ قال والذي بعثني بالحق نبيا لمسخوا قردة وخنازير. إجى على الموعد النبي صلى الله عليه وآله، وإذا يمشي إلى جانب أمير المؤمنين سلام الله عليه، وفي يديه الحسن والحسين، ومن خلفهم تمشي امرأة في غاية الحشمة ترفل في أذيالها فاطمة بنت نبينا محمد. أقيم نصب إلى النبي ساتر أو غطاء، أدخل أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين، وأدخل منكبه الأيسر ورفع يده اليمنى كما وجث على ركبتيه كما تجث الأنبياء للمباهلة. هذا أبو الحارث جاي يركض، يا محمد لا تباهلنا، نصالحك بما تريد أنت، ش تريد نصالحك؟ يسألون العلماء قالوا وش هالموقف؟ أبنت عن ضعفنا الآن؟ أنت اللي تنازل. قال ويحكم، إني رأيت وجوها لو باهل بهم محمد ربه على أن يزيل جبلا من الأرض لأزاله. صلوا على محمد.
اللي نستفيد أيها الأحبة من هذه الآية والحادثة المرتبطة بها عدة أمور. الأمر الأول، قيمة كل أمة بجهالها أم بعلمائها؟ أكيد بعلمائها، مو بس علماء الدين، لا لا، كل المجالات. الأمة متى ما أعطت للعلماء أهمية وللرموز قيمة هي تكون قوية الأمة. احنا شوفنا اليوم، اسأل سؤال يعني وجواب واضح للأسف، بعد ما يحتاج إلى بحث ولا تقصي. اليوم احنا النتاج الفكري من مؤلفات ومن كتب كم عندنا اليوم؟ احنا نتكلم عن أنفسنا، والله يعد على أصابع اليد إن وجد، يعني يعد على أصابع اليد. الأمم يا مولاي بالعلماء تفتخر وتتطور من خلالها القوة، من خلالهم علماء الدين أحدهم. علماء الدين الفقهاء المرجعية هم حفظة الدين، هم نواب الإمام. للأسف حملة شعواء، هذا الفقيه ما أدري ليش يقول هذه الفتية، هذا الفقيه تدري ليش؟ أسهل شيء تنتقد فيه هو الدين ترى، لأن ما حد بحاسبك ولا أكو عقاب بعد، ما أكو أحد يعاقبك. أنت متى ما أفرغت الأمة من دينها الأمة ما لها قيمة، والدين من خلال هؤلاء. أكو مجتمعنا أيها الأحبة للأسف أكو فيه حركات إلحادية موجودة، أكو فيه حركات منحرفة، أفكار منحرفة موجودة، كل همها أن تضرب الدين يا مولانا، كل همها أن تضرب الدين. ولذلك تشوف يشكك في كل شاردة وكل واردة، يشكك في كل شيء. هو مو من أجل أن يحصل على الإجابة، بعض الإجابات موجودة، أهل التخصص موجودين. مو قلنا والفكر بغير فكر لا يقرع الفكر يا مولانا. فهذه النقطة الأولى أيها الأحبة. النقطة الثانية، المولى عز وجل يقول أبناءنا وأبناءكم. من هو أبناء النبي في الآية؟ الحسن والحسين، ما طلع بغيرهم النبي صلى الله عليه وآله. يجون البعض يقولون هذا النبي ما عنده نسل، أولاده كلهم دفنهم في حياته، والشيعة الحسين ولد النبي والحسن ولد النبي. هم يريدون يأسسون إلى الفكرة التي تقول وإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأحساب آباء. هذول أولاد علي بن أبي طالب، الله يقول لهم في القرآن لا، هذول أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. يوم من الأيام أكو عالم من العلماء يسمونه يحيى بن يعمر، عالم من علماء الشيعة، فقيه كبير، ينقل الرواية المؤرخ عن رجل عالم بعد يقول عنه الشعبي، الشعبي عالم بس من التنابلة، من تنابلة السلاطين مثل ما يسموهم. يقول أنا كنت يوم من الأيام عند أحد الولاة المعروف بقسوة، كان يحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب الوالي. أنا أخو أعرف اسمه، اسمه أنا قايل لكم على اتحاد. يقول لما نزل يوم الأضحى صعد المنبر وخطب خطبة بليغة، أبلغ في خطبته. يقول لما نزل التفت إلي قال هذا يوم الأضحى، بما يضحي الناس؟ حتى يذبحون الأضاحي. قال أتريد أن نضحي برجل يقول بأن الحسن والحسين أولاد النبي؟ يقول أنا ما قلت إيه أو لا، سكت. جيت وياه إلى قصرة شوية وإذا بالجلاوزة يسحبون يجرون يحيى بن يعمر، عالم فقيه. يقول وقفوا أمامه، قال لي أريدك تجيب آية من القرآن تقنعني أنا اللي حافظ القرآن بأن الحسن والحسين أولاد النبي، لكن لا تأتيني بآية المباهلة غير هالآية. هذا مسك الشعبي، قلت أنا هالمسكين راح، بعد ما عدنا آية أوضح منها. قال لي فإن أقنعتني فلك 10,000 درهم، وإن لم تقنعني السياف أكو موجود يطير الرأس. قلت الشعبي يقول أنا قلت هذا الرجل ميت ميت خلاص ما عدنا بعد. فقال يحيى بن يعمر أنت تحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، الآية المباركة ومن ذريته داود وسليمان، هذه الهاء الضمير عائد على من؟ قال على إبراهيم الخليل، على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. قال جميل،
أكمل الآية. هو يقول لهذا يحيى يقول إلى الوالي أكمل الآية، قام يكمل من نبي إلى نبي وصل وعيسى قال قفها هنا أوقف. هذا شاهدنا الأنبياء اللي ذكرتهم قبل عيسى نسبوا بالبنوة إلى إبراهيم، لو ما نسبوا قال إيه بعد هذا القرآن ما يقدر يقول لا بعد. قال بلى نسبوا بالبنوة ممن؟ قال من آبائهم. قال لي وعيسى نسب بالبنوة إليه ممن؟ بانت الانكسار عليه يقول الشعبي. قال من أمه. قال إذا الله بالقرآن يقول عيسى ابن إبراهيم من أمه مريم والفاصلة الزمنية شايفينها أنت ما شاء الله، أيهما أقرب مريم إلى إبراهيم أم فاطمة من نبينا محمد؟ هذا العنوان الثاني. العنوان الثالث وأنفسنا وأنفسكم على اعتبار ونساءنا ونساءكم أوضح الواضحات بعد. وأنفسنا وأنفسكم، من هو نفس النبي؟ كل المؤرخين كل المفسرين الآية نزلت في من أنفسنا؟ في علي بن أبي طالب. والله يا مولاي ما نحتاج إلى آية ثانية من القرآن ولا إلى حديث، رغم ما شاء الله الأحاديث في منزلة أمير المؤمنين أكثر من هالآية المباركة. إذا الله يقول هو نفس النبي، هو نفس النبي علي بن أبي طالب سلام الله عليه، هذا الاسم اللي حورب، حتى اسم حورب يعني عجيب. عبد الله بن عباس عند ولد اسم علي اللي هو تذكرون الحادثة لما جاب إلى أمير المؤمنين قال أذن في أذنه اليمنى أقم في اليسرى، أمير المؤمنين مد إيده قال ناولني أبا الأملاك، هذا جد الخلفاء العباسيين كلهم علي ابن عبد الله ابن عباس. اسم علي وكنيته أبو الحسن، هو مكننا عبد الله. رسلوا إليه رسالة رسمية موقعة قالوا لا نجمعهما إليك، إما أن تقول علي وإما أن تقول أبو الحسن، أما علي وأبو الحسن هذه ما نتحملها، كفاية واحد وافتكينا منه بعد حتى الاسم. ولذلك أول خطوة الإمام الحسين قام بها عندما وصل إلى مكة في 3 شعبان شنو؟ عقد مؤتمر الإمام الحسين، جمع كل الصحابة الموجودين أولاد الصحابة، كان محور هالمؤتمر تعرف شنو؟ هو علي بن أبي طالب، لأن هالفترة شلون حورب فيها أمير المؤمنين. أم سلمة رضوان الله عليها تقول أتسبون رسول الله علينا؟ قالوا والله ما فعلنا. قالت أولم تسبوا علي؟ قال أما هذه سمعنا على المنابر وفي الخطاب وفي الدعاء يفتتح الخطبة بشتم علي بن أبي طالب. قالوا أما هذه فبلى. قالت والله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول من سبك يا علي فقد سبني، واللي يسب النبي يتعدى على من؟ على الله عز وجل، واللي يتعدى على الذات المقدسة هذا شنو مصيره؟ نار لو جنة؟ لا، على وجهه في نار جهنم بعد، هذا لا حساب ولا كتاب على طول بعد، ما يحتاج يقرأ كتاب، هذا يحشر مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله. هذول إليهم لين خاص فيهم بعد إلى نار جهنم بعد وبئس القرار. فحورب هالاسم أيها الأحبة. زين العابدين سلام الله عليه لما دخلوا على ابن زياد، تعرفون الحادثة، قال من هذا؟ قالوا هذا علي بن الحسين. قال أولم يقتل الله عليا؟ قال بل قتله الناس. قال قتله الله. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. اللي يطبع الشيطان على قلبه ماكو إليه جارة، لا كي ولا آخر علاج الكي بعد، هذا لو تشوي بالنار ماكو فائدة منه. قال بل قتله الله. قال قتله، صارت بينهم كلام. بعدين عبيد الله ابن زياد ايش قال إلى الإمام؟ قال عجبت لأبيك الحسين يسمي عليا وعليا وعليا.
إشارة إلى أن أولاد الإمام الحسين اهتم بهذا الاسم. شوف الإمام الحسين يا مؤمن وفقا للرأي المحقق، الرأي المحقق لنقرأ في التاريخ هو مقارنة بغيره من الأئمة ترى قليل النسل الإمام الحسين. الرأي المحقق يقول عنده 8 أولاد ذكور وإناث، يعني 3 إناث و5 ذكور الإمام الحسين عنده، 2 منهم جعفر وإبراهيم. يقول المؤرخ درجة في حياة الإمام الحسين، هذا مصطلح يعني مات وهما صغيرين في حياة الإمام الحسين، يبقى عنده 3 أولاد، علي الأكبر، علي زين العابدين، وعبد الله الرضيع، وفي رواية هو عبد الله الأصغر، علي الأصغر. ومثل علي الأكبر هذا اللحم الاسم أمير المؤمنين، يعني إحنا ما عدنا بعد أسماء أحسن من هالأسماء يا جماعة، أحلى من هالأسماء ماكو بعد، وأعظم من هالأسماء ماكو. علي الأكبر اللي الإمام الحسين سلام الله عليه من خلاله وضح رسالة العظيمة، الربط بين الآية المباركة وبين علي الأكبر على اعتبار القربان الأعظم شنو؟ مو أشرنا إحنا، هذا أبو الحارث يقول إن جاءكم محمد بالصفوة من أهل بيته، يعني الواحد اللي يقدم الصفوة، هذا على أرض صلبة يمشي، هذا على بينة، هذا يقول إلى العالم إني محق وأنا مطمئن بالنتائج قبل المقدمات. ولذلك الإمام الحسين يقول إلى العالم كل العالم أنا في ثورتي أول قربان من بني هاشم أقدم حشاشة جوف علي الأكبر، أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك، كنا إذا اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إلى هذا الغلام. ما يقدر يخلي آخر واحد الحسين؟ يقدر. تفجع روحك بأول واحد بولدك أبو علي، قال حتى يعلم العالم كل العالم أنا هذا الخاط اللي أمشي فيه حشاشة جوفي أول واحد أضحي به من أجل الله تبارك وتعالى. تقول سكينة لما جاء أخي الأكبر ليستأذن أبي بالقتال، تقول أني أطالع أبوي الحسين أرخى عيناه إلى الأرض بالدموع، ولد أنت لو عندك ولد، عندك ولد يطيح على الأرض ويتعور تشوف قلبك يتفتت عليه، مو هذا بيودي ولدي يقطعون بالسيوف؟ قال ولدي أتسير للموت بقدمك؟ قال أبا من يرى وحدتك، ألا يتمنى الموت روحي لروحك الفدا، نفسي لنفسك الوقاء. أبا عبد الله ضم إلى صدره، جزاك الله خير الجزاء، تعال يا ولدي. أدخل إلى الخيمة، هو اللي ألبى سلامة، قلد بسيفه، أركبه على الجواد وأطلق الجواد نحو الأعداء. الأكبر تقول الرواية لما نزل إلى المعركة كان على هيئة جده أمير المؤمنين، مضيق اللثام، قلب الميمنة ميسرة، الميسرة ميمنة، اللي كانوا بالمعركة معظمهم شايفين حملات أمير المؤمنين، صفين، الجمال، النهروان، أحجم الأبطال عن قتاله ساعة، يبغون يعرفون هذا من، هذه الضربات نعرفها، هذه الصولات نعرفها. لما أحجموا عن قتاله يقول المؤرخ أطلق جواد الأعناق مشرئبة إلى هالفارس، رايح إلى وين؟ مضى إلى حامل راية ابن سعد طره وأخذ الراية ورمى بها على الأرض. صاح الصائح لقد خرج الأنزع البطين، خرج قتال العرب، ابن سعد بالخيمة.
وابن سعد أكو قرابة بينه وبين الأكبر من ناحية أم ليلى، يعني يعرف الأكبر. وهذه ترى الحجة الأخرى، إنهم يعرفون من يقاتلون، أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله. طلع من الخيمة، ركب على نتز من الأرض، مر به الأكبر، قال: ويحكم، ما هذا إلا غلام لم يبلغ 20 من العمر يفعل هالفعل بكم؟ اندبوا لي بكر بن غانم. يقول المؤرخ الأول الشجعان يقيمونهم هذا عن ألف فارس، هذا عن كذا فارس، بحكم شجاعة وممارسة إلى الحروب. يقول هذا يعد عن ألف فارس. الحسين على باب الخيمة، زينب عن يمينه، النسوان عماته، وإذا يشوفون وجه الحسين مخطوف تغير، توى من شوية يقول: إيهن يا ولدي، ذكرتني بحملات أمير المؤمنين، انخطف لونه، ما الخبر؟ قال: لقد برز إليه من يخاف منه عليه، بطل متمرس مرتوي، ولدي عطشان. ما كان من الأكبر إلا أن عاجل ذلك الملعون بضربة حيدرية ورجع إلى أبوه: أبا أبا، صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا برزت فصيدي الأبطال، هل من جائزة يا أبا؟ إيش تبغي الولد؟ إيش تبغي ولدي؟ قال: جرعة من الماء، أبغي أرتوي وأرجع إلى المعركة يا أبويا. قل: أدركني يا أبويا وجيب لي قطرة أمي، رفرف على راسي، ترى طير المني يا حسين يلي من تمسك بيك ما خاف، يا مقصد الوافي دضن وداحي البحر، أريد قطرة ماء أي قلبي من العطش ذاب، نشفة ترياقي واظلم الوادي علي، لو تنطفي بقطرة مية نار قلبي، ما حد كفو من هالجمع يوقف بدربي، برد غليلي وعاين طرادي، وحربي لحمل على الجيمان حملة حيدري، واصرخ وخلي الخيل تتكردس على الخيل، وادع النهار من العجاج اظلم من الليل، ومليل وادي بالجثث واجرد مسال، وافني العدا واترك مضاربهم خلي، ضمال صدر وقال: يا ابني والدمع سال، ابشور يا عقلي كان مني طلبتك مال، وان كان قصدك ما اي هذه طلبة محال، اللي يجيب الماء اي ظل جسمه رمي.
أراد أن يركب على جواده، أخذه الحسين من يده وتوسط به المخيم مناديا: أخي زينب أم كلثوم عاتك سكينة، الأم لوداع الشباب. خرجنا بلن يشعر لاطمات الصدور، مولولات النادبات وعليا. حاطت به عماته أخواته، كلما رفع يدا من عليه ضمته الأخرى، كلما أبعد واحدة وضعت يدها عليه الأخرى. عزيز الشباب رايح إلى الموت، قال: دعنه فإنه ممسوس بذات الله. أخذ الولد من عند النساء، أركبه على جواده. يلا تصور، تصور وياي موقف الحسين، تصور وياي. أركب ولد على جواده، وضع يدا على ناصية الجواد، ويدا قبض على شيبته. تقول الرواية: وشيبته تقطر دموعا. ساعد الله قلبك يا ابو علي. مشى الجواد فمشى معه الحسين، هرول الجواد هرول معه الحسين. المصيبة يا حبيبي، المصيبة الخطب عظيم، السماوات تزلزلت، الأراضين ارتجت، مضى الجواد نحو المعركة، وقف الحسين: يا ابن سعد قطعت رحمي. قطع الله رحمك وسلط الله عليك من يذبحك على فراشك عاجلا. نزل الأكبر إلى المعركة، قاتلهم قتال الأبطال: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن ورب البيت أولى بالنبي، أضربكم بالسيف حتى ينحني، أطعنكم بالرمح حتى ينثني. آجركم الله. قاتلهم قتال الأبطال، دخل في أوساطهم، خرج من أطرافهم، تموج الخيل من جبل عدن. ودع ودع. تموج الخيل لجان الخيل أبو الحسن يذيب هذا الورى وهذا لدى بمساميها ورمحا يلحق الفار. أجركم الله. بينما هو يقاتل شد علي ابن العبد، جاء من خلف الشباب وضربه بالسيف على رأسه. وضع رأسه على على عنق الجواد وهمزه ناحية المخيم، يعني: ودني إلى أبوي.
شال الدم على عين الجواد، أخذه إلى المعركة، احتوشوا هذا يضربوا بالسيف، هذا يطعنوا بالروم، والله شبايك عالمهر لبالي يودي لابو حسين عن القام يحميك، أثار المهر للميدان فرميك بموسط العسكر، هذا يقطع بسيفه وريده وهذا بالخناجر فصليده، وهذا يغط من رمح الحديدة بخاصرته وهو يعالج ويفغر، طاح الولد من على الجواد مناديا أبا أبا يا حسين عليك مني السلام، إذا هذه ضجتكم الضجة اللي بكربلة ما أدري زلزلة كربلة، إجا الحسين لما شاف ولد على الأرض مقطع رمى بنفسه من على الجواد، وناديان على الدنيا بعدك العفا يا علي، يلا يلا اسمعني اسمعني، هذا يوم ونا يوم ونا يوم ضجة، ويلي طاح من المهر للقاع ومدت طوله بطوله، وزلزال كربلاء بالنوح والدمعات مهمولة، ومن حول الصبط يا ويح قلبي دارت شبولة، والكل جل حال حسين دمع على الوجه ندامي، وايش يقول الأبو وش يقول الوالد، يقول له أنا من شفتك بهذا الحال يا ابني زادت أحزاني، أوالي أوالي ولدي يا علي قتلوك وما عرفوك، يقول بعض الرواة شاف ولده يتبسم وقت الموت يتبسم ويبكي، قال لي ولدي تتبسم وتبكي ايش فيك يا علي، قال أبا أتبسم لأني أرى جدي المصطفى قد جاءني بشربة لا أظمى بعدها، وأبكي لأني أرى أمك فاطمة تراك وحيدا وتنادي وولدا، زين العابدين بالخيمة يقول كانت تمرضني عمتي زينب وإذا بضجيج أنين من المعركة، قالت ولدي أسمع أنينا من المعركة ما أدري الصاير، قال عم سنديني وارفعي واكشفي عن طرف الخيمة، كشفت عن طرف الخيمة صاح عم لحقي على الحسين فإن المقتول علي، خلى الولد المدلل ورجع إلى زينب حتى تعرف أنت زينب من هي زينب، زينب رجع إلى الخيمة
لا تشمتي بي الأعداء. رحم الله أبو يوسف يوصف مشهد مؤلم. شو تقول إلي زينب؟ تقل يا نور العين يا حسين ون ون. تقل يا نور العين يا حسين أقسم لك بست النساوي أما تجيب الولد الحين والله ترى انزل للميادي. تقل يا نور العين يا حسين تقل يا نور العين يا حسين أقسم لك بست النساوي أما تجيب الولد الحين والله ترى انزل الميادة. قالها يا حارة وجذب حبره وقالها يا حارة وجذب عبره قالها يا حارة وجذب عبره يا اختي وظل عمك الزهرة انا ابني تركت فوق غبره اعظم علي طلعتك حسره. قالها يا حارة وجذب عبرة يا اختي وظل عمك الزهرة انا ابني تركت فوق غبرة اعظم علي طلعتك حسرة. اخذها من ايدها جابها الى الخيمة. يقول ابو يوسف قبل ما تدخل زينب التفت لها الحسين يا زينب خبري ليلة بجيب الولد فرشيلة وما عندي من يشيلة بالبردة بلف ابني. كل بيت جمرة كل بيت جمرة. رد المهجة وجمع وصالة رد المهجة وجمع وصالة ولف ببردة وليدة وشالة وجاب الخيمة البيها شبالة يتخفى ولم ضجت عيالة وسكنة بادرت وقفت قبالة تقل بغربتك باشوف حالة. وايش بتشوفين يا سكينة؟ يقل له ودني ابويا العمة زينب اراها خلها تشد جرحي ترى ذايب حشا. قال له يا عقلي مهجتي حشياك برا لازم بشيلك للخيم يا قرة العين. إيه هذا البيت بيتكم عاد هذا انت تشيله انت خطيب وياي وشال المدلل فوق صدره وللخيم عاد دمعه يهل يصيح فتني فقد لولا. قومي يا ليلى للولد عدلي له وسا طلعت بضجة تلطم لها ما ولي ألا من مناد وعليا واسع
سيدا. ودخل بالشاب جابه إلى المخيم والنساء من خلفه يلطمن على الصدور وإحنا وياهم على نمط الأمس. يا مولاي على نمط الأمس حالاتكم ما عليه سامحني، اليوم يوم تاسع والمصيبة عظيمة، نبغي بعد ضجة. ألطم على صدرك وابكي براحتك ويانا مأجورين، اللي يبغي يوقف يساعدني وياي، ولا ما يبغي بعد يقعد مكانه ويبكي ويانا مأجورين مأجورين. لا أكبر يا ليلى ما أقدر، لا أكبر لا أكبر، زلزل زلزل ما بعد بعد، لا ما شدي جروحه يا زينب شعب قلبي بونته بالدمع بلد غسلو هدم عن وجنته يختي شدو بها العصابة طبرة اللي بجبهته يا علي والله قمر لكنه تكوار وغاب لا أكبر ما لا أكبر لا هيا جت نيران قلبي يا شبيه المصطفى ضوى عيوني من بعد عينك يا ضي عين انطفى بعد كان العمر ما اريد وعلت بعد كان العمر ما اريد وعلى الدنيا العفا بعد كان العمر ما عذب موتي من بعد فرقاك والعيشة عذاب لك ما الأكبر 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 ما تهنيت بشبابك ليت عيش لا هنا يا قصير العمر يا بني ريت يومك لا دنا على الدنيا محسر وعمرك 18 سنة على الدنيا محسر عافية قلبي شلون صابر كيف ما تفطر وذاب الأكبر ويانا ويانا ما أقدر الأكبر ما جف دمع ليلة من الحسرة وتقلب بالجروح سعد الله قلب جف دمع ليلة من الحسرة وتقلب بالجروح حايرة وتصيح يا ابني ضيعتني وين اروح جان يا ابني تروح روحك روحي وياها تروح جان يا ابني تروح روحك روح نومتك دوبت قلبي وراس ابوك حسين شاب الاكبر ودع ودعها ما اقدر الاكبر جذب حسرة وعاين أمه وقال صبر الأمر فات
زينب تنادي سالم يا ملاذ الضايعة، شبح ليها وجذب حسرة وغربت عينهما. قام أبوه حسين ودموع تصب صب السحاب له، الأكبر والله علي راح، علي راح، علي راح، شاف شاف والنبي الشابت علي راح، قعد عنده وصف جراح على راح، على بس عاين لزينب وعلي صاح علي راح يا زينب علي.